بالنسبة للحوم هناك فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي تقدر بحوالي 40%، ولكن بيتم استعراض هذه الفجوة. هناك مبادرات مع وزارة الزراعة وهناك مبادرات مع الخدمة الوطنية، ولكن احنا بنستعيد هذه الفجوة باستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ودعم الشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية من السودان. ولدينا احتياطي بالنسبة للحوم الحية لمدة 16 شهر، يعني التعاقد بتاعنا مستمر مع الجانب السوداني بحيث بيغطي حتى أغسطس 23، يعني العام ده والعام القادم. بالنسبة للدواجن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن في جمهورية مصر العربية، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في فترة الشتاء بيتم النقص في الإنتاج المحلي، وبالتالي بيتم استعادته باستيراد الدواجن المجمدة. بالنسبة للدواجن المجمدة عندنا الاحتياطي بتاعها 7.3 والحمد لله متوفرة، وبتحاول برضو تظبط السوق مع المحلي اللي موجود. وبالتالي نقدر نبص بالنسبة للقمح، هو من أهم الأمور إن احنا عندنا 2.6 من المستورد حتى هذه اللحظة، ومتوقع 6.6 من محصول هذا العام، وبالتالي لدينا أعلى من 9 أشهر. بالنسبة للأرز أكثر من 6 أشهر، والموسم القادم يبدأ في 2022 في سبتمبر. بالنسبة للسكر التمويني أكثر من 6 أشهر، وإن شاء الله يكون هناك اكتفاء ذاتي في العام القادم. بالنسبة للزيت التمويني دعم المبادرات المحلية بحيث نزيد من الزيوت المحلية والبذور المحلية، وده إن شاء الله ينمو مع وزارة الزراعة. وعندنا 5.4 الدواجن الحية، اللحوم الحية 16.4 شهر، الدواجن المجمدة 7.2. هناك رسالة اطمئنان وطمأنينة مع كل الظروف التي يمر بها العالم وكل الصدمات الاقتصادية التي تحدث من حولنا، ولكن هناك إرادة سياسية حقيقية وتوجيه من فخامتك في أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي حتى يمكن استمرار الإمداد لهذه السلع الأساسية.